وقالت الأرملة: المر علي وصار ما هو بجليل، شربت من الأحزان لو من طفح كاسي، وحيدة بهالدنيا أو ما ظلي خليل، أحسب وعد أيام وابشي على ناسي، التمن علي المصايب أو ما بقى عزم وحيل، أو ما أعرف وين أتقبل أو وين أحط راسي، واثنين ذولا أمانة أو دربي طويل، وأنا أدري بهذا الزمان يا أما صعب وقاسي، أو عدوي يحسبني متت أو عني غفيل، وأخاف يلقاني النوب أو يكتم أنفاسي، أريد أمشي بهالبلد بنهار والليل، وأرجع له طالب ثار ويكون هو ناسي، ويكون هو ناسي، ويكون هو ناسي. قصة غليص ابن الجنية، الجزء السادس. قعد زوبع على القاع او قال لجني سمور: ليش ذبحتها؟ شنت انا اريد ابرد قلبي بيها. قال له: يا زوبع، يا لون هواصلتك الا تطير راسك، هذه مثل بستها جنية او دحج على السيف البيدها، ما حدا يقدر يشيله الا من الجان اهل الخير، اذا اني قضبته بيدي انحرق، واذا انت قضبته بيدك أصيبك لعنة. قام حيلو زوبع وقال له: شو نسوي بالسيف؟ قال له: مالكم حل ألا الدمون وبتراب، لا حدا يقرب عليه، يا لون ماني متخفي أو جايها بغفلة وضاربها، فلا تخلي منكم واحد. أو صاح زوبع على رجاله قال: جيبوا من التراب أو زتوا فوقها هي والسيف، خلوه يصير فوقها طعس أمشان ما حدا يشيل هذاك السيف وصيبوا لعنة. أو قاموا أخوت زوبع ورجاله يهيلون التراب فوق السيف أو فوق الشتاء. أو قال زوبع: شلون أريد أروح على أختي خزنة وأقولها أبو خنجر مات؟ الأرملة الملعونة ما ماتت إلا حطت بينا جرح ثاني، وجني سمور مشاه وكحيل قال لهم: نطلع على المغارة نجيب الولد والضاح. يوم راحوا فاتوا على المغارة ما لقوا بيها شي، دوروا لو من عجزوا يريدون أثر ما لقوا أي أثر، رجعوا على زوبع وقالوا له: ما لقينا بالمغارة أي أثر. قال لهم: الولد وين؟ الولد والضاح ما كان معاهم. قال لك: حيل يا عين أخوك، أكيد الأرملة ودعته في شي مكان، احنا صفينا حسابنا معاها أو هذا كان قليل عليها. قال لهم زوبع: الولد هذاك ما دشروا، أنا عارف شلون أستدل على مكانه، أو مشوا من عد هذاك الجبل أو مرت أكثر من ساعة. أطلعت الأرملة من المغارة أو معاها الجن غليص والولد رماح، والدحج حواليها ما بي حدا. يوم انزلت من الجبل شافت طعس التراب أو جت تمشي عليه، أو بيدها الجن غليص دحجت عليه وإن عيونه صايرات حمر، أو قامت تحرف حواليها وتقول: من أجاني؟ أو طالعت القلادة من جو زيج الثوب واختفت هي وجن غليص والولد رماح. لو من الأرملة أرادت تطلع على زوبع ورجاله، أقضبتها الجنية سمرة من يدها أو قالت لها: أني ما أقدر أربي الولد غليص، أنت ظلي معاهم وأنا تحول أصير مثل شكلك، أو هم جايين يدورولك أمشان إذا متت أظلين أنت طيبة وتربين هذول الولاد. قالت لها الأرملة: يطلعون على المغارة ويشوفونا. ردت عليها سمرة أو قالت له: هذه الغلادة أنطيك إياها، إذا حطيتيها على صدرك تختفين أنت وتقضبين وبيدك، وإذا غبيتيها جو الهدوم ترجعين على حالك. لو من فاتوا على المغارة كانت الأرملة أم طالع الغلادة وما شافوها، أو ظلت واقفة شوي وتحرف حواليها وما بي حدا، أو مشت من عد طعس التراب أرجعن عيون غليص صارن سود، أو تحيرت الأرملة رجعت عد طعس صارن عيونه حمر، أو قالت: أخاف يكونون دم وجنية سمراء تحت التراب هذا وتكون للحزها عايشة. أو ركضت الأرملة على طعس التراب أو قامت تحفر به، لو من ما طالعت جنية سمراء أو شافت السيف أقضبت بيدها حست برعشة ما صابتها لعنة لأنه شائلة بحلقها الغلادة. أو قالت: هذا السيف مكتوب عليه لازم أغبي هذا، لو من يكبر غليص ياخذ ثار أبو أو ياخذ ثار جنية سمرة أو ياخذ ثاري، ويتعاون مع وضاح على أخذ الثار من زوبع وخوته ورجاله، أو هذا عهد علي إذا ظليت عايشة. شالت المرغز من شعر الجنية سمرة وانها مختفية، او حطت غليص بظهرها وقضبت يد وضاح
أو راحت تمشي باتجاه الجرية القريبة من الجبل. وصلت عند غيبة الشمس أو وقفت على باب أول بيت أو دقت الباب. افتحت لها الباب عجوز كبيرة بالعمر أو قالت لها يا هلا تفضلي. أو فاتت الأرملة وقعدت بهذاك البيت. العجوز ادحج عليها ومستغربة أمرها أو جابت لها عشاء. أو شلت الأرملة والضاح أو شأن وجوعاني وين فوتت واحد على البيت شاب للحزوب أول عمره مثل الجمل. أو قال وينك يا يمه؟ قالت له هين يا عين أمك أو عدنا ضيفة. سلم على الأرملة وقعد ويدحج على أمه. الأرملة قالت لهم عشاء وتعشيت أريد أنام عندكم اليوم أو باشر من الصبح أكمل طريقي. أضاك الشاب قال لها منين جاية؟ دحجت عليه العجوز أو قالت له يا وليدي ما يجوز تسأل الضيف إذا هي رادت السولف الله محييها إذا ما رادت السولف زاد الله محييها. قال الشاب لأمه مثل ما تريدين واني رايح أنام عد بيت عمي. العجوز دحجت على أرملة أو قالت لها أنتي همك كبير أو مار عليك حزن أو شقى بهالعمر. الأرملة قالت لها اي والله مرن علي من المصايب كثيرات والحزن خاواني وملازمني ما يدشرني. العجوز قالت لها زين تنامين عدنا والصباح رباح. او قالت الأرملة المر علي وصار ما هو بجليل شربت من الاحزان لو من طفح كاسي وحيدة بهالدنيا او ما اظل لي خليل احسب وعد ايام وابشي على ناسي التمن علي المصايب او ما ابقى عزم وحيل او ما اعرف وين اتقبل او وين احط راسي واثنين ذولا امانه او دربي طويل وانا ادري بهذا الزمان يا اما صعب وقاسي او عدوي يحسبني متت او عني غفيل واخاف يلقاني النوب او يكتم انفاسي اريد امشي بهالبلد بنهار والليل وارجع له طالب ثار ويكون هو ناسي. دحجت عليها العجوز او قالت بقلبها المره هذه مر عليها شي ما امر على حد من البشر علوانها تعلمني بصائر معاها. او قالت لها العجوز نامي يا خي نامي او لا تمشين الصبح واحنا نايمين افطري او كملي دربك. اقعدت الارمله الصبح وان الفطور حاضر والعجوز وابنها قاعدين. قالت لهم اذا عدكم حليب ماعز. العجوز قالت موجود. او راح الولد جاب سطل حليب او قامت الارمله تسقي اغليص ابن جنيه شرب نص السطل. العجوز قالت لها اريد اسعلك كان كل يوم يجينا شايب او يشتري من عندنا حليب معز لكن اليوم ما جاء واحنا نستناه كل ما يجي كان ينطينا لقرى ذهب. الشايب هذاك تعرفينه؟ دحجت عليها الارمله وقالت اكيد كان يجيهم ابو غليص. لؤمن خلصت الارمله قامت او طالعت لقرى ذهب وانطتها للعجوز او قالت لها العجوز وين تروحين خليش قاعده عدنا والمكتوب ما منه مهروب. الارمله قالت لها خصمي عنيد او لازم ابعد عنه اغيب عنه سنين. الشاب اسمه نسر قال لها يا خاله ظلي عدنا واني والله افديكم بروحي. دحجت الارمله على حالتها او قالت وين اريد اتقبل هذول الجماعه طيبين واكيد زوبع رجال وما يصلون لهالمكانات هذه اقعد لي عندهم فتره من الزمان لو من ما غليص يكبر شويه هو وضاح. او قالت لهم الارمله اقعد عندكم بشرط واحد ما تسالوني عن شيء ولا تريدون واني جاهزه. فرحت العجوز او ولدها نسر او قالوا لها ما نسألش عن شي ولا نخلي حدا من أهل الجرية يسألش عن شي وحس بالبيت هذا بيتك صار. أما زوبع ظل ماشي أيام وليالي لو من ما وصل على عشيرته أو قال لأخوك حيل تروح على أختي خزنة وجيبها هي وولدها جدوم ولي يريد يجي من عربهم يقعد عندنا الله محييه ما لازم نخليها وحدها. أو راحك حيل على أخته خزنة او حزنت لؤمن عرفت رجلها ابو خنجر مات. او قالت له نجيكم احنا والعرب كلها او نقعد معاكم. او جمع على زوبع وانجمعنا العربين. او قال زوبع لرجاله كل من يشيل السيف او كل من يشيل الرمح تحضروا او بدنا ندور على العشاير لازم نعرف اللي غاروا علينا بهذاك اليوم. او لم رجاله زوبع او قام يدور على العشاير الحواليه كل عشيرة شاركت بالغارة عليه حط عليهم جزية ياخذ نص الحلال واملاك العشيرة.
والما يقبل يقول له ألا أفنيكم عن وجه الأرض، وانجبرت العشائر كلها تخضع له، أو صار زوبع حاكم على هذيك المناطق كلها، أو ما حدا يقدر يرفع صوته بوجهه. وبيوم من الأيام وهو نايم قاعد الصبح، وإن الجني سمور قاعد عند راسه، والبنية ليلة، أو قال له زوبع بشر يا سمور الشيبة لقت الكنز. قال له يا زوبع لقته والرصد فكته، أو هذه البنية جبنا لك إياها. الشيبة كانت ماخذة البنية ليلة على هضاك الجبل والمغارة، أو كتبت رصد على جبينها وانفك رصد المغارة، أو لقت بالمغارة كنوز وأموال لا تنعد ولا تنحصى، أو كان معاها مجموعة من الجان نقلت كل الكنوز على بيتها لبحد الوادي ودفنتهن بهضاك البيت. أو قالت للجني سمور تأخذ البنية الزوبع أو تأخذ له حصته. دحج زوبع وشاف ثلاث صناديق كبار محطوطات عنده جايبهن الجني سمور. لؤمن قام فتح الصناديق وانها مليانة بالذهب والمجوهرات. او قال لحاله توك يا زوبع صرت الشيخ الما بعده شيخ رجال، او جاءه مال، او صاح لاخوانه بعد ما راح الجني سمور قال لهم اليوم نحن اغنى عشيرة بهذا المناطق، اريد منكم تدورون على العشائر وتروحون على المدينة تشترون خيل او تشترون حلال او تشترون مونة، لازم عشيرتنا تصير أقوى عشيرة بالمنطقة هذه ويذيع صيتنا بكل البلاد. أو قام يوزع ذهب على جماعته وربعه، أو كلها قامت تقول زوبع شيخ العشائر وانطلب نية ليلة لخته خزنة أو فرحة برجعتها. أو قامت تمشي الأيام والسنين تمر، لو من ما فاتن 10 سنين أو كبرت عشيرة زوبع أو صار هو الآمر الناهي بهذيك المناطق، اي مشكله تصير تنحل عنده واهل الحقوق التحقق عنده، او ذاع صيته بكل البلاد الشيخ زوبع، او صار عنده من الفرسان والرجال الالاف ما حدا يستجري يرفع عينه او يرفع راسه اقباله. او وصلت اخبار زوبع للارمله بعد هالايام وسنين المضن، الناس قامت تحكي بسيرته من بلد البلد. الارمله قاعده هي والضاح وغليص ابن الجنية. قالت الوضاح يا عين امك يا وضاح عمرك صار 15 سنة لازم احكي لك القصة. او قامت تحكي له صار مع ابوه وش صار مع امه وش صار مع اخته ليلة. وغليص ابن الجنية قال لها يا يمه اني مالي قصة. دحجت عليه الارملة او قالت له انت غصت قصة يا غليص، او حشت له ياها. او قام غليص حيله وعيونه صار حمر، او قال لها يا يمه ما زال هذا الجرالية اريد تسمحي لي لازم اخذ بثأر ابويا. او قام وضح او قال له واني معاك يا اخويا غليص. اغضبتهم الارملة وقالت لهم لا للحسكم صغار او ترى عدونا قوي ما اريد ننكسر. قال لها غليص كلامك على العين والراس يا يمه، لكن بعد اللي سمعتو النار اشتعلت بقلبي ما عاد خمد ولا عاد تطفي. دحجت عليهم الارملة او قالت بقلبها يا غليص أنا ربيتك أو حطيت كثير الذهب، لؤمن ما دربتك وانت بهالعمر ألف فارس ما يقدر يقابلك. أو دحجت على وضاح أو قالت بقلبها يا وضاح أكبرت وصرت مثل الجمل، أو حطيت كثير الذهب لؤمن ما دربتك وصرت أن قابلوا كلف فارس أتردهم بلمح البصر للحسكم صغار السن لكن أعرف أفعالكم كبيرة. قالت لهم الأرملة ما راح نقابل عدونا وجه الوجه، لازم نعيش ورعب أو ما نخلي يعرفنا ولا يعرف غايتنا لو من ما نقصقص جناحينه أو نظر بالضربة الغاضية. قال لها غليص ابن الجنية يا يمه ايمة نغير عليهم. قالت له الأرملة اصبر يا غليص اصبر، اليوم نشتري خيول او نشتري مؤنة وذهب ناخذه معانا، او دربنا طويل بدنا نروح نسكن بمنطقة اسمها منطقة الطعوس، او هذيش ما حدا يستجري يمر عليها من البشر. او جهزت حالها الأرملة وغليص ابن الجنية وضاح ويريد يمشون، وانه نسر يصيح عليها
يا خالة أنا لزوم أروح معاكم، تعودت على غليص ووضاح أو ما عاد أقدر أفارقهم. أو قالت له دربنا طويل وخطر، قال لها يا خالة بعد ما ماتت أم العجوز ما ظل حدا بهالدنيا، ما بغير عمي وولاده والجماعة كافين عني، ما عاد يحبوني من كثر ما يسألوني عنك وعن غليص ووضاح ومنطيهم جواب، كرهوني خليني أروح معاكم. أو قالت له زين أتروح معانا، ومشت الأرملة وغليص ابن جنية ووضاح أو معاهم نسر باتجاه منطقة الطعوس، ظلوا ماشيين أيام وليالي لو من ما وصلوا على هذيك المنطقة المخيفة المرعبة اللي بيها صفير للهوى أو مليان من وحوش الفلا. وقفت الأرملة قبال الخفيسة اللي نزلت بيها مرة، أو قالت لهم الجنية سمرة دلتني على مكان هنا بأرض الطعوس، أو لوا باب كبير والباب مفتاحه بقلب الخفيسة، أريد أروح أجيب المفتاح وأجيكم. أو نزلت هي وغليص دوروا للمفتاح أو لقوه، أو راحت تمشي باتجاه تل بحجرة كبيرة وبقلب الحجرة مكان للمفتاح، عطت هذاك المفتاح بالحجرة وانفتح باب بهذاك التل، فاتوا ولقوا مغارة محفورة بالتل بيها كل شي تشتهي النفس من المال ومن السلاح ومن اللباس، لو من شاف المغارة نسر اندهش أو عقله ما تحمل. أو قال لها يا خالة هذا كنز عظيم، قالت له الأرملة الكنز هذا حق غليص أو هو صاحبه. وقعدوا ليلة كاملة أو لو من صارت الدنيا صبح، الأرملة قالت النسر بعشيرة تبعد من هين مسافة ممشى نهار، أو شيخة اسمه عجاج أريدك تروح عليهم وشوف لي شني أوضاعهم. أو راح نسر على هذيك العشيرة أو لقى عددهم قليل أو حالتهم حالة، أو سأل عن بيت الشيخ أو دلوا عليه وقعد قباله. أو قال له يا شيخ أني جايك من طرف مرة أو تهديك السلام، دحج عليه الشيخ وصاير كبير بالعمر أو ذاكرته صايرة ضعيفة. قال له المرة منه يا وجه الخير؟ قال له ما أقدر أعلمك عليها، لكن تهديك السلام أو بعثت لك معايا هالذهب هذا. قالت لي السلم للشيخ عجاج. الشيخ لو من شاف الذهب ما صدق الشيء شايفه، أو هو وربعه وعشيرته حكم عليهم زوب أحكام خلاهم يعيشون بالفقر والذل سنين طويلة. أو رجع نسر على الأرملة أو خبرها بصار أو علمها بالشيء شافوا أمن الفقر العايشين به. قالت لهم شايفين العشيرة هذه الفقر والذل هذا مر عليهم جاهم بسببنا، وماتت نص أهل العشيرة بسببنا، لو من دخلت عليهم أني ووضاح وغليص من 10 سنين اليوم لازم نرد الدين أو لازم يكون لهم حصة بأخذ الثأر من زوبع. أو قامت تمشي الأيام وغليص ابن الجنية ووضاح يقولوا لها يا يمه إيمة نغير على زوبع ورجاله، وتقولهم أصبروا الصبر زين لازم نعرف كل شي عنه الشاردة والواردة أمشان ما نقع بخطأ. وبيوم من الأيام الأرملة قالت لهم قوموا يا بعد نظر عيني اليوم نروح عليهم، لازم نخطف واحد من رجالهم أو نأخذ منه كل شي يريدوا ونعرف شبي عندهم وشبي عليهم، بوادي يبعد ممشى نهار عن عشيرة زوبع أو بمغارة لازم نروح نتحصن بهذاك الوادي. أو مشوا من أرض الطعوس أو خذوا معهم كثير من السلاح أو زوادات مونة، ظلوا ماشيين أيام لؤمن ما وصلوا هذاك الوادي. الأرملة قالت لهم هذا الوادي الكبير أغليص يا نظر عيني أتصير مثل هوء والريح أو تمسح أثرنا المسافة طويلة من نفوت بالمغارة، أو فاتوا على المغارة أو طلع غليص ابن الجنية مثل الريح قام يمسح أثرهم المسافة طويلة، أو ظلوا لؤمن ما صارت الدنيا ليل. أو قالت لهم الأرملة الروح أني وغليص نخطف واحد من رجال زوبع أو نسر ووضاح تظلون تستنونا. أو لبست الإقلاء الأرملة أو ركبت هي وغليص على فرس اختفت حتى أثرها ما يبين، لو من ما وصلت لطارف عشير الزوبع أو شافت اثنين من الحراس قاعدين لهم على جمرية، قالت اغلقص يا عين أمك أقضوا بيدي أو خلينا نجيبهم. ظلت ماشية لو من ما وقفت فوق الحراس أضربت واحد بالخنجر إنها مسيحة دمه، أو سكرت ثم الثاني وشتفته أو جابته تسحل وراها، لو من ما وصلوا الوادي كانت الشمس توها طالعة. أو قالت الغليص
يا عين أمك أريدك تمسح الأثر أو راح أغليص مثل السهم يمسح أثر الرجل أشان يمشي وراهم. رجع أغليص ولقاهم مكتفين هذاك الرجل أو قالت له الأرملة إذا ردت تظل عايش كل شي نسألك عليه جاوبنا. هز براسه أو فكت ثمه وقال لها شتري تسألين أني جاهز بس لا تذبحيني. قالت له تعرفني أني منو؟ قال لها إيه أنت الأرملة بس لا عرفوا انك متي او سوينا فوق لشتك طعس من التراب. قالت له ايه متت ورجعت طبت امشان اضوق زوبع وربعو المرارة منو ظل طيبين من اخوت زوبع. قال لها كلهم طيبين اكحيل او دواس او سيف. قالت له زين ايش قد عدد رجاله؟ قال لها ما ينعدون من كثرهم بالالاف والعشاير كلها صارت تحت ايده او تحت حكمه بكلمه واحده منه كل العشاير تمشي وراه. قالت له بي بنيه اسمها ليله اتعرفها؟ قال لها اعرفها زين البنيه قاعده ببيت خزنه اخو الزوبع خزنه هي ربتها. او قالت له بي شايب من المدينه جابوه مع ليله تذكروا؟ قال لها اتذكروا زين هذاك ابو الحداد بعد ما قطع رجله زوبع ظل شهر شهرين ومات. او قالت له شو تعرف عن نجان اتشأنا وربع زوبع؟ قال لها اعرف سمور اول ظل طيب لو منا غرنا على هذاك الجبل لكن من سنين ما شفناه ولا بين علينا. قالت له ما تعرف وين مكانه؟ قال لها سمور هذا قاعد عد وحده اسمها الشيبة من 10 سنين رحنا أني وزوبع وأخوك حيل ومجموعة من الفرسان على بيتها ساكنة بيت شعر على حرف وادي أو عدها مجموعة من جنون الشر تحكم عليهم. واللي عرفته أنه خذت البنية ليلة أو فكت رصد مغارة أو طالعت منها كنوز كثيرة أو زوبع شالوا حصة من هذيك الكنوز. قامت الأرملة أو قالت الوضاح وضاح يا عين أمك هذا الرجل شارك معهم طالعوا على الوادي وذبحوا هذا إذا دشرناه يروح يخبر زوبع عبنهم من رجاله القديمين. طالعوا وضاح على الوادي ضربوا بالسيف أنه مسيح دمه أو قام يحفر جوره دمه بالوادي أو رجع عليهم. أو قالت لهم الأرملة باشر أروح أجيب ليلة لازم نخلصها من بين ايديهم. أو قال لها وضاح أروح معاك شمه؟ قالت له لا أروح أني وغليص. أنت للحز دورك ما صار يا وضاح أصبر الصبر زين أو نأمن بالمغارة لو من ما صارت الدنيا مغرب. وقعدم أو ركبتها الأرملة وغليص راكب قدامها على الفرس أو مشوا باتجاه عشير الزوبع لو من قربوا على العشيرة أن الرجال مطوقينها مثل النمل. الأرملة قالت الغليص ما نقدر نفوت بالفرس أخاف تصهل ويحسون علينا نمشي يعني وانت يا غليص لو من ما نلقى بيت هذيك المرأة خزنة. أو قامت تمشي الأرملة وهي لابسة الغلادة وغليص تحول على هيئة صقر أو نازل على كتفها. أو قامت تمشي بين البيوت أو ما حدا يشوفها لو من ما استدلت على بيت خزنة أخت زوبع أو كانوا نايمين فاتت أو وقفت فوق ليلة حطت ايدها على اثمها او قالت لها يا ليلة لا تخافين او لا تصيحين انا جاي اخلصك من هجمة على هذول. خافت ليلة ردت همست باذنها او قالت لها اريد اخذك على اخوك وضاح تذكرينه؟ ليلة كانت صغيرة ما تذكرت اخوها او حاولت تخلص حالها. الارملة شدت اثمها او شدت ايديها او غمضت عيونها واقضبتها من شتفها او قامت تجر بيها لو من ما طلعوا من العشيرة وابعدوا مسافة. قالت لها يا ليلة لا تخافين الحز أخذك لعند أخوك وضاح أو نحكي لك القصة أنتي مو بنت هذول امشي معايا ولا تعذبيني. أو ركبت ليلة معاها على الفرس أو قالت الأرملة لغليص ابن الجنية غليص أريدك تمسح أثرنا لا تخلينا طارف أثر. ظلت ماشية الأرملة ومعها ليلة لو من ما وصلت على المغارة أو كانت الشمس توها طالعة فوتت ليلة أو قعدتها أو قالت الوضاح هذه أختك ليلة يا وضاح جبناها أو خلصناها من زوبع وربعه أو فات عليهم الجن غليص. قالت لهم ليلة أنتم منو أو شتريدون مني منو وضاح أخويا؟ أو حكت لها الأرملة القصة من أولها لآخرها شلون مات أبوها وشلون ماتت أمها وشلون اخطفوها من المدينة وذبحوا علي وشلون هي ربة وضاح وش سووا بيها وانه هي مو بنت خزنه.
قامت تبكي ليلة أو للحز عمرها 13 سنة ما استوعبت أشياء سمعته أو حضنها وضاح أو قال لها لا تبكين يا أختي والله وأنا أخوك ألا أحرمهم من شوفة بعضهم مثل ما حرمونا طول هسنين من شوفة بعضنا ولا خليهم يتمنون الموت أو زوب وعجدت أخت خزنة من الصبح وتقول ليلة ما لها أثر أو ما لها ذكر دورت عليها لمن عجزت خبر رجالك امشان يروح يدورون عليها يا خويا زوبع قال لها اصبري يا خيه اليوم رجال ما يجون الا يجيبونها او صاح لاخوك حيل او قال لك حيل يا عين اخوك ليلة اختفت ومن يومين انذبح من عندنا واحد وواحد اختفى الشي هذا مو مريحني لا تجي علي الا تعرف الشغله شني او تلقانا اثر قال لك حيل يا عين اخوك ما خليت مكان حول العرب ما لقيت اثر الشغلة هذه زاداني محيرتني أو راحوا الفرسان يدورون على ليلة لو من ما غابت الشمس ما لقوا لها أي أثر رجعوا على زوبع أو قال لهم عددنا كبير أو عشيرتنا كبيرة الفرسان ناس تنام بالليل أو ناس تنام بالنهار ليل نهار لازم نحرس لو من ما نعرف من الخطف رجلنا أو من الذبح الثاني وانتشروا رجال زوبع حول العشيرة الطير الطائر ما عاد يفوت عليها الأرملة قالت الوضاح يا عين أمك يا وضاح جهز حالك أنت وغليص وأنت يا نسر وصيك ليلة للحزها صغيرة أدير بالك عليها أو لا تخليها تغيب عن عينك قال لها نسر لا توصين حريص لكن والله لي نفس روح معاكم قالت له أصبر يا نسر أصبر الصبر زين وطلعت من مغارة الوادي الأرملة أو معاها غليص ابن الجنية أو وضاح أو راحت على جهة عكس اتجاه الوادي وانحدرت على ربع زوبع أو قالت الوضاح أو الغليص لازم نذبح منهم عدد كبير أو ما نخلي حدا يحس تكونون على حذر قالوا لها العناء يا يمه أو قاموا يلقطون رجال زوبع مثل الصقر لؤمني لقط القطع واحد واحد لو من ما ذبحوا منهم 50 ادمايتهم قامت تجري او ما حدا حس عليهم قالت لهم الارملة اليوم يكفي او ظلوا يمشون لو من ما وصلوا مكان الخيل ركبوا الخيول او قالت يا عين امك يا غليص اتعرف شو تسوي امسح اثرنا او خلي زوبع يعيش بدوامه او ما يعرف من الغاير عليه او وصلوا المغارة الوادي وقعدوا او زوبع وصلوا الخبر مع طلعت الشمس انه 50 واحد من رجاله ميتين او قام حيله ويصيح وين اخوتي او وين رجالي يا حيف عليكم يا ولو اني زوبع حاكم على العشائر بالمنطقة هذه كلها زلمة تذبح او ما نعرف من وغار علينا لا تخلون مطرح جريب او لا مطرح بعيد او لا وادي ولا تل ولا مغارة ولا احجرة الدورون حول القبيلة مسافة نهار كامل الا تلاقوا لي اثر وانطلقوا رجال زوبع على كل الاتجاهات ويدورون او وصلوا للوأدة الكبير او قاعدين الارملة وغليص وضاح ونسر والبنية ليلة اعيون غليص اقلبا حمر دحجت عليه الأرملة وقالت رجال زوبع قربوا علينا جهزوا حالكم أو فاتوا رجال زوبع بالوادي أو قاموا يدورون به أو عددهم 20 رجل الأرملة قالت لغليص أطلع فوق الوادي ودحج شوف وراهم حدا طلع غليص ودحج أو رجع عليها أو قال لها ما معهم حدا أو قربوا علينا وهم ماشيين بالوادي والوادي كبير وغميج شافوا الخيل مربطة أو قالوا لبعضهم بعقلي لقينا غريمنا جهزوا حالكم أو ما حسوا دروا ألا جاءهم هذاك الحس يرعد رعيد نزل عليهم غليص أو وقف جدامهم أو قاموا يدحجون على بعضهم أو قالوا هذا ولد أو شايل سيف أو جاي تحدانا أو نزلوا من خيولهم الأرملة كانت لابسة الغلادة جاء أول واحد يمشي عليه أضربته بالسيف أنه رأسه طائر ويتدحرج دب الرعب بقلوبهم احترفوا وراهم أن السيوف السيل منها لعابين الدم نسر وضاح واجعيلهم قصي أو قامت رجال زوبع تهر مثل الورق من الشجر أو فات بيناتهم غليص كل ما يضرب واحد بالسيف
يقصوا نصين. السيفة كانت شايلته جنية سمرة، الأرملة انطتوا إياه. بعد ما ذبحوهم الأرملة قالت لهم لازم ندمهم ونخفيهم أو يغليص يعين أمك. أثرهم أثرهم لازم تخفي مسافة بعيدة عن الوادي، والخيل هذه تربطونها كلها سوا نسر وضاح، أو تطلقونها تخلون كل فرس تتجه على مكان. أمشأن ذا رجال زوبع لقوا أثر الخيل يحتارون أو ما يعرفون وين يتقبلون، أو راح غليص مسح كل الأثار القريبة عليهم. أو بعد ما دموا رجال زوبع ربطوا الخيل وخذوهن وضاح ونسر المسافة بعيدة، واطلقوهن كل فرس وحدها أو رجعوا على الوادي. التموا رجال زوبع لؤمن صارت الدنيا ليل، والكل منزل راسه ما يقدر يحطون عينهم بعين زوبع. قالوا له ما لقينا أثر، أو بعشرين واحد من رجالنا مختفين للحز ما جو. قال لهم زوبع الشغلة هذه كبيرة كبيرة بالحيل، ولازم نلاقي لها حل، لازم نعرف منو غريمنا. اليوم ما أحد ينام، لا أزلمة لا مراه لا طفل، تنتشرون حول العشيرة المسافات طويلة وجريبة، أو أين واحد يشوف طير طاير يصيح صوت، أو خاصة الجهة اللي انذبحوا منها فرساننا يشددون عليها الحراسة. الأرملة قالت الوضاح وغليص ابن جنية جهزوا حالكم، اليوم نضربهم ضربة ثانية، لازم زوبع يطير عقله من راسه أو ما يعرف منه غريمه. أو مشوا الأرملة وغليص ابن جنية والضاح، أو قربوا على عشيرة زوبع من جهة ثانية غير الغارة وعليها قبل نهار، أو شافوا رجال منتشرين على مسافات بعيدة. قالت لهم الأرملة تمشون وراي واني مختفية، اللي أذبحوا أجيبون وتسحلون وراي، لو من ما نسويهم كوم. أو ظلت تلقط برجال زوبع هي وغليصوا والضاح، لو من ما ذبحوا منهم 50 واحد أو جمعوهم من مكان واحد، وواحد منهم لابس هدوم بيض قامت تكتب على ظهره بالدم يا زوبع ألا نقصقص جناحينك أو ما نخلي عندك رجل تحتمي به، ساعتها نجيك أو نقطع راسك. أو قريبا الجزء السابع من قصة غليص ابن جنية. لكم تحيات أخوكم موسى المردود، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أو قال لهم وضاح أأني وضاح أأني وضاح أأني وضاح، جايكم ذباح وتحسبوني أنسى الراح، كل مساء ومصباح السيل لعابينا الدم من السلاح، أو ينقط الدم من روس الرماح، الدم بالدم يا زوبع أو ما حدا يفكك مني. أو صاح عليهم غليص وقال أني غليص أني غليص أني غليص، ابن الجني زرقان ابن فارس جان، اليوم يوم الثار والميدان، أو لا تفكروني للثار نسيان، أو يا زوبع ويا السمور منساكم إش ما طال الزمان إش ما طال الزمان إش ما طال الزمان.